فنان مطرب مش مغني، لا عبد الحليم رحمة الله تنزل عليه. أنا بحبه من زمان أيام الأغاني الوطنية، أغاني ادتنا دفعة في الجيش في 67 ولغاية دلوقتي هو ما ماتش. يعني أنا بسمع أغاني في وطني رحمة الله تنزل. عبد الحليم مش هننساه أبدا، عبد الحليم في الجنة ربنا يرحمه ويتمم. في المستوى اي يعني مع أستاذ عبد الحليم السيد القادر رادين الشناوي والاستاذ محمد الشناوي لجنة محضر عبد الحليم ده من 40 سنة كل سنة بنقدم ذكرى، بنعمل لحضرتك النهاردة بالصدفة وشفته بعينك الاستعداد وتجهيز للكلية بتاعتنا. واحنا طبعا الحمد لله بلا فخر الفنان عبد الحليم هو الوحيد من كل النجوم الراحلين الاهرامات اللي ماتت كلها اللي بتعمل احتفاليه زي دي، بيجيله الناس من الخليج، بيجيله ناس من جميع الدول، مش عايز اقول لك من اوروبا، مش احمد اللي جه النهارده ولا بيجي برضه هو زمايله عشان ذكرى، لا ده في ناس بتيجي لتحضير السعاده دي لان الراجل ده اخلص في فنه جدا. وهو قال كده، قال انا حب الناس عندي بالملايين، هو ده الملايين او دي الثروه اللي انا عملتها. الراجل ده حدوته في الاحساس وفي الحب وفي الوطنيه، هو اللي اسرى فينا معنى خدمه الحب، ناس عرفت الحب، مواليد الستينات كمان والسبعينات يعرفوا قد ايه عبد الحليم وقد ايه هو كان بيعبر عن الحب بكل صدق، لان هو كان انسان اتولد محروم وكان مفتقد للحب والحنان، هو قدر بمشاعره واحاسيسه ان هو يدي للناس مشاعره كانت بتوصل من قلب للقلب زي ما بيقولوا. بسم الله الرحمن الرحيم، يحيى عبد المتعال من عضو من اعضاء جمعيه اخلاء داخليه ذكر العمدانيين. احنا كل سنه متعودين على الموضوع دوت، انا منضم للجماعه اخيرا بقالي حوالي 30 سنه، من 30 سنه لحد الان نفس اليوم دوت بنيجي بنستعد لنفس الاستعدادات اللي حضرتك جيت وشفته، وكل سنه بنيجي بنفس الاستعدادات دوت. لا تخشى البلا فليس يبلو من لها ذكر الخلق، اختفت شمس وقافيها وكذا تختفي في الغرب اقمار الارض. احنا بنحبك عبد الحليم وعايزين الجيل الجديد يسمع اغانيك حتى لو ثواني، هيحس بالفرق الكبير قوي اللي بين الغنى بتاع دلوقتي والغنى بتاع زمان. نحسنه بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعل قبره روضة من بياض الجنة، اللهم يا ربنا شفع فيه نبيا، اللهم يا ربنا اجعل مرضه في ميزان حسناته، اللهم انك يا ربنا تعفو عن عبدك المريض، تعفو عن عبدك عبد الحليم شبابك.